طموح أنقرة بفتح مدارس ثانوية في فرنسا لم يلقى استحساناً فرنسياً، فمع تزايد القلق الأوروبي من سياسات أردوغان في المنطقة وتشدد باريس في الحفاظ على قيم العلمانية، سيكون ذلك أمراً صعباً بحسب مسؤولين فرنسيين. في فرنسا يوجد نظام يسمى التعليم الوطني عبر مؤسسات تعمل لهدف واحد وتطبق برامج تتماشى مع الجميع بغض النظر عن الديانة والعرق. وكان وزير التعليم اعترض قبل أيام على مشروع إنشاء مدارس تركية هنا، معتبراً أنه لا يهدف سوى إلى تعزيز نشر التشدد الديني. لقد أدارت تركيا ظهرها للعلمانية التي ميزت تاريخها منذ عقود وذهبت في منطق الأصولية الدينية والتوسع. علينا أن نكون واضحين بهذا الشأن، لذا أحذر للغاية بشأن هذه المبادرة. تركيا أنشأت عام 2015 في مدينة ستراسبورغ أول مدرسة دينية وتسعى اليوم لفتح المزيد، وهو ما يلقى مزيداً من المعارضة في الأوساط الفرنسية. يجب أن ألتقي الأسبوع القادم نائبة وزير الخارجية التركي وسوف نبحث حل هذه المشكلة. هذا يعني أننا سنجري محادثات ولا يعني موافقتنا على هذا المشروع. مجلة لو بوان وفي مقال لها مؤخرا اتهمت أنقرة بالضغط على المؤسسات التعليمية الفرنسية، وذلك بعدما زار مسؤولون أتراك المدارس الفرنسية في تركيا بهدف التأكد من التزامها بقيم المجتمع التركي. بينما يسعى ماكرون إلى حماية العلمانية في البلاد وفرض قيود جديدة على الإسلام السياسي، يرغب أردوغان في إنشاء المزيد من المدارس الدينية على الأراضي الفرنسية، طموح يصطدم بعلمانية فرنسا ويفرض جوا من التوتر على علاقات باريس وأنقرة. زين عدي، العربية، باريس.